وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مدينة نيوم للراحة والاستجمام الأربعاء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. ما هي مدينة نيوم؟ نيوم مطلة على ساحل البحر الأحمر، أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، إذ استمدت بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية، فضلا عن ربط الموقع أيضا بين ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يجعله نقطة محورية. يمكن لنسبة 70% من سكان العالم الوصول إليه بأقل من 8 ساعات بحسب ما ذكره موقع المشروع. وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر تشرين الأول عام 2017 عن إطلاق مشروع نيوم شمال غرب السعودية، والذي يعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاث بلدان إلى مساحة تصل 26500 كيلومتر مربع. ويعتبر المشروع الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار جزءا من رؤية السعودية عام 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة على رأسها السياحة. وأعلن القائمون على المدين أن نيوم ستقدم 5 مميزات للأفراد تتمثل بمعايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية والفنون والتعليم، وتخطيط عمراني متطور، وبيئة معيشية رفيعة المستوى، وخدمات مدنية تقنية في الصحة والتعليم والنقل والترفيه، بالإضافة إلى فرص عديدة للنمو والتوظيف. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.